نعم، المشهد الآن وسط قطاع غزة في اليوم الثالث من الشهر الثاني من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. لا تزال الغارات الإسرائيلية متواصلة، إضافة لاستمرار القصف المدفعي المتواصل على أطراف شرقية لمخيم البريج والمغازي، وأيضا في المناطق الغربية لمخيم النصيرات. تشارك المدفعية في هذه الأوقات بإطلاق عدد من القذائف تستهدف محيط محطة توليد الكهرباء الوحيدة في المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إضافة لاستهداف مناطق قريبة جدا من منطقة المغراقة والزهراء بوابل من الصواريخ التي تطلقها الطائرات الحربية، حيث سجل خلال النصف ساعة الماضية أكثر من 18 غارة إسرائيلية على أهداف في منطقة النصيرات وأيضا منطقة الزهراء. فجر هذا اليوم كان هناك استهداف لعدة منازل وسط القطاع. أبرز هذه الغارات كان استهداف المنزل يعود لعائلة وهبة وسط مخيم النصيرات، أدى ذلك لارتقاء 4 من الشهداء، فيما تم استهداف منزل آخر يعود لعائلة الحسنات وارتقاء أيضا عدد من الشهداء، وصلوا لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، إضافة لمدينة دير البلح حيث كان هناك استهداف منزل لعائلة الكرد تحديدا في منطقة حي بشارة، إضافة لمنزل آخر لعائلة مصلح في تلك المنطقة. لا يزال هناك مفقودين حسب الزملاء وشهود عيان كذلك في المكان، لا يزال عدد كبير جدا من المواطنين مفقودين أسفل ركام المنازل التي قصفت لسيما في منطقة حي البشارة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. طواقم الإنقاذ تعمل على آلية البحث عن هؤلاء المفقودين بأقل الإمكانيات والوسائل المتاحة لدى جهاز الدفاع المدني الذي يعمل بثلاثة سيارات إسعاف واحد ثلاثة سيارات وسيارة واحدة إطفائية، وبالتالي نحن أمام ارتفاع بأعداد الشهداء وارتفاع بأعداد المصابين في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية المتواصلة على وسط قطاع غزة، ونحن للأسف في هذه الأوقات نعاني على كافة الأصعد من كارثة صحية وكارثة بيئية، ولا سيما تواجد المواطنين بأعداد كبيرة جدا والنازحين لوسط مستشفى شهداء الأقصى، منهم من يفترش الأرض ويلتحف السماء بعد قصف الاحتلال لمنازلهم، إضافة لمناطق محاذية لهم. كذلك المستلزمات الخاصة بالمستشفى تراجعت وقلت بنسبة 80% حسب المستشفى، إضافة لاحتياج المستشفى للوقود اللازم لتشغيل الآبار الخاصة بإخراج المياه للمستشفى، وكذلك توليد الكهرباء الخاصة بتشغيل أقسام الأشعة والطوارئ والعمليات. المستشفى خلال ال 24 ساعة الماضية استقبلت أكثر من 100 إصابة وكذلك أكثر من 55 شهيدا حسب ما تحدث به الإداري والمتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. أيضا على صعيد نتابع النازحين الذين يأتوا لهذه المنطقة أو أهالي الشهداء كما تشاهدوا بهذه الصورة، هؤلاء النساء جاءوا ل إلقاء نظرة الوداع على أبنائهم وكذلك ذويهم الشهداء. بعد قليل ستبدأ مراسم الصلاة على جثامين الشهداء الذين جاءوا من مدينة دير البلح وأيضا مخيم النصيرات، ومن ثم سيتم نقلهم عبر سيارات مدنية للمقبرة الجماعية في مدينة دير البلح لمواراة ثراهم. المشهد هنا في وسط القطاع بشكل عام أتحدث، هناك 5 صلوات تنادى وتنادي المساجد المواطنين للصلاة، لكن نحن أمام كل ساعة صلاة ينادي المنادي أن هناك جنازة شهيد وأعداد كبيرة جدا من الشهداء لا تزال تأتي تباعا لمستشفى شهداء الأقصى. عدد من المواطنين بدأ بالفعل البحث عن المفقودين أسفل ركام المنازل التي قصفت ودمرت على رؤوس ساكنيها هنا وسط القطاع. نتحدث عن معمارة المهندسين لوحدها وسط مخيم النصيرات، لا يزال 120 مواطن أسفل ركام هذه العمارة السكنية، فيما لا يزال عدد آخر أيضا داخل بلوك 9 وسط مخيم البريج، وأيضا منازل في منطقة بلوك 4 وسط مخيم البريج وسط قطاع غزة. لا تزال عمليات البحث اليدوي من قبل المواطنين وكذلك ذوي المفقودين في لربما هناك أن يكون بصيص أمل لإخراج هؤلاء أحياء، وقد لربما نجح البعض بإخراج بعض المواطنين أحياء
وصلوا لمستشفى شهداء الأقصى، منهم أطفال، كان هناك أحياء بعد مرور 3 أيام على استشهادهم. لكن بطبيعة الحال المشهد الآخر وهو شارع صلاح الدين الواصل ما بين شمال القطاع وجنوبه، بعد قليل لربما نحن على موعد مع وصول أعداد من المواطنين النازحين، كل يوم يأتوا مشيا على الأقدام من مدينة غزة وشمالها لوسط القطاع، يمر من أمام الدبابات والآليات الإسرائيلية، وقد أفادوا بوجود عدد كبير من الشهداء ملقاة على الأرض وشاهدوهم بالعين المجردة، بأن هناك حيوانات عزكم الله تقوم بنهش أجساد هؤلاء الشهداء، والطير كذلك يقوم بنهش أجساد الشهداء، منهم يعني أشلاء مقطعة، ومنهم من يعني لربما بدأت بالتحلل حسب إفادات النازحين والمواطنين الذين أفادوا لشاشة الغد في يعني مشاهد سابقة عن ما شاهدوه وما يعني رأوه في الشارع والطريق الرئيسي لشارع صلاح الدين، وتحديدا قرب مفترق الشهداء نتساريم، هذا الشارع الذي يشهد تواجد للآليات والجرافات الإسرائيلية ومحور اشتباكات ما بين المقاومة والأجنحة العسكرية في غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي. بطبيعة الحال هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة وسط قطاع غزة، مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي نستمع إليها وارتدادات أصوات الانفجارات سواء جنوب القطاع وأيضا في مدينة غزة، مع استمرار كذلك تحليق الطائرات الحربية سواء F-16 أو ما تعرف بكذلك الطائرات المسيرة للاستطلاع في كافة أرجاء محافظة وسط قطاع غزة حتى هذه اللحظة. محمود، يعني السؤال الذي يتبادر إلى كل الأذهان، يعني من أين تأتي المستشفيات حتى الآن؟ أعلم أن هناك أوضاع صعبة، وأعلم أن يعني اتخاذ الإجراءات الصحية صعب للغاية، ولكن حتى الحد الأدنى كيف يتاح للمستشفيات في ظل نقص الوقود، في ظل ضرب خزانات المياه، في ظل ضرب حتى ألواح الشمسية، يعني هذا التضييق وهذا الخناق، كيف تتصرف المستشفيات على أساسه؟ نعم، بطبيعة الحال الجهود أيضا المصرية عظيمة جدا وكبيرة في ظل نقل الجرحى وبدء نقل الجرحى باتجاه المستشفيات المصرية، وكذلك فتح معبر رفح بشكل يومي لإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية للمستشفيات. بطبيعة الحال نشاهد بعض المساعدات التي تأتي هنا لهذه المستشفى، لا سيما في ظل تقسيم محافظات قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لكن بطبيعة الحال حتى نكون دقيقين أكثر بموضوع السولار والوقود، هذه يعني المسؤول عنها هي شركة توليد الكهرباء والخاصة بإمداد المستشفيات بالطاقة وكذلك الكهرباء، إضافة لاستمرار إغلاق معبر كريم أبو سالم الإسرائيلي الذي يصر الاحتلال على منع إدخال الوقود اللازم للمستشفيات. لكن بطبيعة الحال سنريكم هذا المشهد، وهو المشهد أمام أو أعلى العمارة، وهي ألواح الطاقة الشمسية التي يعني تعمل عليها المستشفى. يحاول الاحتلال من خلال استهدافها وكذلك من خلال استهدافها كما حدث في مجمع الشفاء الطبي، هذه الألواح الشمسية هي مصدر طاقة تعمل في ساعات الصباح مع بزوغ الشمس وتقوم بتخزين الطاقة، وفي ساعات ما بعد غروب الشمس تبدأ بضخ الكهرباء عبر أجهزة وبطاريات يتم استخدامها، وتقوم المستشفى باستخدام هذه الطاقة البديلة للمستشفى. لكن على صعيد الكهرباء أو آسف على صعيد يعني الوقود السولار والبنزين الخاص بتشغيل المولدات الكهربائية التي تعمل عليها المستشفى، هي ربما بدأت بالنفاذ بشكل كبير جدا، يعني العمل الآن على الطاقة البديلة وهي طاقة الطاقة الشمسية الألواح الشمسية. في حال أقدم الاحتلال على استهداف هذه الطاقة الشمسية كما حدث في مجمع الشفاء الطبي وغيرها، ربما تتوقف مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة بشكل كامل، وسينذر ذلك لكارثة طبية كبيرة، قد تتحول هذه المستشفى لمقبرة جماعية، خاصة وأن هناك عدد كبير من المصابين بجراح خطيرة جدا لا يزالوا داخل غرف العناية وغرف الإفاقة، إضافة لعدد كبير من مرضى غسيل الكلى وكذلك حضانة الأطفال لا يزالوا يستخدموا الأجهزة الكهربائية أو الأجهزة التنفس الصناعي وغسيل الكلى وغسيل الدم وتكرار الدم عبر الكهرباء.
سواء بقصفه لموارد الكهرباء، ستتوقف الكهرباء عن هذه المستشفى، وسينذر ذلك بكارثة كبيرة جدا قد تحدث هنا في هذه المستشفى. بالحقيقة طبيعة الحال المشهد كارثي جدا. اليوم أو في الأيام الماضية كان هناك كان المواطن يبحث أو يقوم بوضع الخبز ما يعرف باليابس على جانب الطرقات، يقوم برفع الخبز من الطريق ويتم وضعه على جانب الطرقات، لكن اليوم المواطن هنا في غزة يبحث عن هذا الخبز اليابس ليأكله ولتوفير قوت لأطفاله، لا سيما في ظل تواجد أعداد كبيرة من النازحين داخل المستشفيات وداخل مراكز اللواء، وكذلك توقف المخابز عن صناعة الخبز، وكذلك إغلاق المولات التجارية، وكذلك توقف ضخ الخضار للأسواق بسبب استهداف الاحتلال للتجار والمزارعين الذين يتواجدوا داخل أراضيهم الزراعية. نعم. على طول امتداد الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة، وهذا شاهدناه خلال الأيام الماضية عندما قام الاحتلال باستهداف بائعي الدجاج والبيض، وكذلك استهدافه للمزارعين لا سيما الذين يأتوا بالخضار وجلبها للأسواق، يقوم الاحتلال باستهدافهم بشكل كامل. الأسواق خالية، المحال التجارية أغلقت، والآن أصبح المواطن في رعاية الرحمن، ولربما إن لم يمت من الصاروخ أو قذيفة سيموت فقرا وكذلك جوعا وكذلك تسمما بسبب انتشار الأوبئة والأمراض لدى المواطنين، لا سيما الذين يكتظون داخل مراكز اللواء وداخل المستشفيات. كيف لكم أن تتخيلوا بأن المواطنين ينامون بجانب بعضهم البعض، وبالتالي يستخدمون حمام واحد، وكذلك منهم من يذهب إلى البحر لاستخدام البحر للاستحمام وكذلك لغسيل الأواني والطبخ وما شابه، وبالتالي كل هذا يؤثر على سلامة المواطنين وكذلك انتشار الأوبئة، والسلامة لربما تكون بتراجع لهم، وهذا ما حذرت منه مستشفى شهداء الأقصى عن استقبال من أعداد كبيرة من حالات التسمم وحالات الأوبئة، وهذا ما يدور في هذه الأوقات.